بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم. ثم الله تكونوا كاملين بخير وصحة جيدة، وأحوالكم وأموركم يكونوا على أحسن ما يرام إن شاء الله. فيديو اليوم مهدى لعشاق الآيس كريم ولمحب المثلجات بصفة عامة. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا صنع الآيس كريم رول على المباشر، من مصور الفيديو مصور في مدينة فاس وبالضبط بحي السعادة، اللي نطلب الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. وبالنسبة لهذا الآيس كريم رول كتختارون توما المكونات اللي بغيتو، يعني كاين اللي كيختار بالفواكه مثلا فراولة ولا الموز ولا أي فاكهة عجبتكم، ولا بنيوتيلا ولا بالأوريو، ولا يعني أي حاجة عجبتكم غادي تطلبوها عليه وعلى المباشر ويخدمها تما قدامكم وانتم كتشوفوا، وكتاخذوا داك الشيء الذوق اللي عجبكم. احنا هنا كنا درنا الاوريو مع الماوس. غادي نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. Thank you.
مع كامل الأسف هذه اللحظة هذه كي تقطع التيار الكهربائي والسيد كيحاول ما قدشيش مع ديك الشيكولا بحال ما جمدتلوش لأن ديك الآلة بحال اللي سخنت وكيحاول درك باش يجيب يعني الضو يجيب التيار الكهربائي يجيبه من عند الجار هكذا باش يولي يكمل هاد ايس كريم رول هذا غادي باش يكملنا ان شاء الله ويكمل التزيين ديالو. وصدقوني كيكون رائع وبواحد اللذة اللي بغيتوها. غادي نخليكم مع التزيين ديالهم ونطلب الله تكونوا توجتوا معايا وعجبكم الفيديو واستمتعتوا بهذه الطريقه هذه ديال هذا الايس كريم هذا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.